مرحبا مشاهدينا الكرام. رضا أبو زيان الله يرحمه من سكان سوسة، 57 سنة آنذاك، نزل الاحتفال بذكرى 14 جانفي ولم يعد حتى تم الإعلام بوفاته بعد 6 أيام كاملة. تظهر صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر نفس ملامح الفقيد حين تم التعرف على جثمانه في المستشفى. لم يرد اسمه في قائمة الموقوفين ولم يذكر اسمه في سجلات المستشفيات. تم منع المحامين من الدخول لمقابلة الموقوفين بعد خروج سيارة الحماية المدنية. فقدت الكاميرا متاعه، الدولة السراقة، فقدت الكاميرا الشخصية للفقيد ولم تكن بين أغراضه. رضا أبو زيان في مثل هذا اليوم استشهد قتل النظام الانقلابي. نذكركم برضا أبو زيان في هذا الفيديو. رحم الله الشهيد رضا بو زيان، رحم الله الشهيد رضا بو زيان، الرجل المسالم الذي زرت عائلته في سوسة أنا وحاورت أرملته آنذاك ولم نسمع عنه في سجله في حياته إلا رجل طيب كريم خدوم محب الوطن ومحب الشعب، عمل مدني، جمعيات خيرية، قرآن. هذا الرجل يعتبر عدو. باش تعرف انت شخص شكون، شوف العدو نتاعو شكون، وباش تعرف الشخص شكون شوف خليله شكون، والمرء على دين خليله. رحم الله رضا ابو زيان توفيق شرف الدين وجماعته هم القتلة انذاك يوم 26 من شهر مارس 2022. خرج وزير الداخلية في اجتماع مع مدراء ورؤساء الأقاليم الأمنية
خرج الأخبار أن ما روجه حزب سياسي وأحد قياداته مؤخرا حول تورط الوزارة في قتل قيادة لهم بشارع محمد الخامس وتنظيم جنازة شهيد له لا أساس له من الصحة، وقال أن التشريع والاختبار الطبي أثبتا وفاته بسبب سكتة قلبية. معناها كان زادوا شوي يقولوا راهو كلا برشا الشوكولاتة، كان زادوا شوية لو قالوا كلا برشا الحم علوش، خاطر خص الحم في عهد المجانين، وكان يعاني من أمراض بحسب ملفه الطبي، مؤكدا أنه تابع وضعيته منذ إحساسه بالأوجاع الأولى والإذن بإرسال سيارة إسعاف لإنقاذه يا دولة يا شباب. وسبق أن أكدت حركة النهضة في بيان كذا وفاة حذر رضا أبو زير ومنخرط كذا إلى آخره. يعني حصيله نرحب كثيرا سيدة أمال باللكحل أرملت الشهيد رضا أبو زيان لنسمع منها الحقيقة أين هي بعد كلام وزير الداخلية. مدام أمال مرة أخرى مرحبا وأهلا وسهلا بك في أول لقاء تلفزيوني. مدام أحلام باللكحل، مدام أحلام باللكحل، أحلام وأمال إن شاء الله، إن شاء الله أحلام وأمال تترجم إن شاء الله. نعم تفضلي مدام الله يرحم الشهيد. الله يرحم الشهيد، الله يرحم الشهيد، الله يرحم الشهيد رضا. لو ممكن تعطينا وين وصلت القضية متاع الشهيد؟ قضية متاع الشهيد ما زالت ما وصلت حتى شيء، ما فما حتى تحركات من وزارة الداخلية ولا من وزارة الخارجية ولا من وزارة العدل. المحامي اللي ماسك الملف شنو قال لك آخر مستجدات في هذا الموضوع؟ آخر مستجدات حولها إلى قضية إلى محكمة العسكرية. وعليش محكمة عسكرية؟ ما عندناش حتى فكرة، ما قالوا لناش علاش حولها المحكمة العسكرية. تذكري المشاهدين في دقيقتين لو تسمحي عملية البحث على رضا كيفاش صارت بالضبط وكيفاش تبهذلته وكيفاش عرفته اللي يوم الإعلان على وفاته ماهوش صحيح وأنه الراجل ميت عنده أيام آنذاك. احكي لنا شوية لو تسمحي حتى لا ننسى حتى باش ما ننساوش. يا مدام تفضلي. توجنا عليه في المستشفى حبيب تامر، قالوا لنا الشخص هذا ما جاناش وهو عندهم وقتها ميت من نهار 14 جانفي ومتوفي زوجي. وقتاش اخر نهار سالتي فيها المستشفى وقالوا لك مش موجود؟ النهار 16 مشينا للسبيطار حبيب تامر قالوا لنا ما عندناش الشخص هذا. ونهار 17 و18 شنو صار؟ 18 و17 لوجنا عليه في المراكز، لوجنا عليهم في الحبوسات، ما فماش في حتى مستشفى معناها ما لقيناه. اللي نمشي نسال عليه يقول لك ما عندناش الاسم هذا وما جاناش الشخص هذا. ايوه ثم كيفاش عرفتوا؟ كيفاش عرفتوا بلاصته مكانه؟ نهار 19 قام صار اتصال ببنتي سيرين علموها بالوفاة باها. شكون نقدر برشا التأثر بتاعك، ربي إن شاء الله يعطيك القوة ورباطك الجائش وربي يرفع علينا الغمة، وإن شاء الله نرى مهرجان، إن شاء الله نرى مهرجان قار باسم رضا أبو زيان، مهرجان نسموه مهرجان الوطنية، نسموه مهرجان الرجولية، نسموه مهرجان الشجاعة، ونسموه مهرجان الصفاء والنقاء. يا سيدة الكريمة بعد إذنك، شكون اللي كلمها بنتك وعلمها بوفاة سيدي أبو زيان؟ رقم مجهول. رقم مجهولة؟ رقم مجهولة 10 ودرجين. ما عرفناش وزارة الداخلية، ما علموناش بالوفاة لا في المستشفى لا حتى مركز ما علمنا بالوفاة. معناها رقم مجهول طلب بالتصل بنتي العشرة ودرجين، قال لها انت بنت رضا أبو زيان؟ قالت له ايه. قالوا لها والبابا قدايا بربي الله يرحمه. اي نعم. هذا نهار وقتاش؟ نهار شنو؟
نهار 19 في أي ساعة تقريبا؟ ال10:10 ورضا الله يرحمه وقتاش توفى؟ نهار 14 الحماية المدنية قالت هزيناه ميت في الحماية المدنية في التقرير الطبي الشرعي قالك ميت من نهار 14 جانف. فين الساعة؟ فين التوقيت؟ والله بالتوقيت بالضبط بالضبط نسيت وقتاش، اما الطبيب الشرعي قال معناها باختناق بالغاز ومضروب بقوت الماء في العمود الفقري نتاعو من في كرومته من تالي. معناها بعد 5 ايام رقم مجهول يكلم بنتك رقم مجهول ويقول لها ولدك راهو رقم متوفي وراهو موجود في المستشفى الفلاني. حتى حاولنا نتصلوا بيه تسكر التليفون. نعم، نشكرك على هذا القدر على الأقل حتى لا ننسى الشهيد، وحتى ندغدغ عايش سي حتى مقبول، ندغدغ السكارى عايش شوية. بارك الله فيك إن ونشوفوك شاء إن شاء الله، الله فرصة أخرى. إن شاء شفتوا الله يا إن شاء الله. موكلين، الله شفتوا يا توانسة. عايشك سي مقداد، شكرا. عايشك سي مقداد، ما عنديش مزية لالا، ما عنديش مزية، هذا واجبي. بارك عايش الله فيك، بارك، ربي يصبرك عايشك ويعوض لك إن شاء الله في الأبناء، يعوض لك في صحتك إن شاء الله. الله يخليك، شكرا لك.